ما تحطيش في الدوست، ما تسأليش انت، ما تسألنيش. لا انا ما بسألوش عشان ما احرجكش. انت عايز تحرجني ايه؟ ايه يعني الزنا يعني ايه الزنا اللي فيك؟ ايه تقل الدم اللي فيك لابسه زيه يعني؟ هو لابع عليه اللون، انت مين اللي قال لك وشك هالطول؟ لا انا شفته لابس كده ولا هو شافني لابسه كده؟ خلاص يلا انت قريب يعني، قريب يعني لهالدرجه عايزه تلزقي نفسك بشكري؟ يلا 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 شرف يلا يلا. شرف والله يا بعد عمري يا ابو العود بيحبك، هو بيحبك وشرف لينا ان انت تلزقي فيه. خلا 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 الحصان خلا خطولي. عارف لو كان ممكن يطلع من عينها ليزر كان زمانه حرقك دلوقتي. عارف لو ممكن يطلع من عينها ليزر كان زمانك دلوقتي عباره عن كوبه قش. اي والله عشان هيك بحب اكس مان، شايف اكس مان؟ يطلع من اي خلاص حرام يعني اتحرق خلاص مش ناقص حاجه زي كده. بس عادي ايه؟ لا طلعي شويه هالطول، وشك هالطول هالطول، ما في وش بني ادم هالطول. ما بعرفش ازعل منه والله العظيم. هو جميل بعد عمري ولا انا اعرف ازعل منك والله. مين قالك احنا بنتكلم عليك؟ انا بتكلم على سلطان. ادرس مرة. خلاص يا عمي. طهر قديمة ترى انت يعني اثنين يلبسون نفس الشيء. ما شنو والله قديمة 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 ايام 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 صبوحة ميامي يبغى لنا صبوحة شتي كان يلفون بالنظارة كذي. لما تخرج هتعمل ايه يا عزوز؟ لما اخرج؟ هشتغل. ايه؟ هنزل سنجل بعدين ان شاء الله اشتغل بالبوم. طيب ابعت لي عشان اجي اغني معاك. انا بعت ابعتلي قبل، ابعتلي قبل عشان اشوف يعني. لا في ناس تدفع مبلغ. لا بس مبلغ. بس انا اسالكم حاجه، انت رحت ليه ما فيش ناس كتير نزلت دواتس مثلا من ستار اكاديمي؟ شوف يعني دي اذكى حاجه ممكن الواحد يعملها. اقول لك كلمة، دي الكلمه اللي انا قلتها لذاك اليوم وسكتوني. مين سكتوك؟ الشباب اللي هنا عشان هم في البرنامج ده. اوكي البرنامج الاول عربيا واموت فيه وكذا، بس في ناس كتير من هنا يعني ما عملتش حاجه بعد الاكاديميه كتير مع انهم. لا بس حتى لو ما عملتش انا بتكلم ليه؟ يعني دلوقتي مثلا انا عارف مثلا طهرة صوتها حلو. انت لا نحله ولا ذبانه ولا بقه ولا شيء، انت حشره. ايه شو؟ اوكي يلا يلا طع 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 يعني انت يعني انت ما تخافيش مني؟ طب خدي طب خدي خدي. بس فاهم قصدي؟ مثلا انا عارف مثلا طهرة صوتها حلو يعني لو انا. مين صوتها حلو؟ خليك تكلم. طيب بجديه ولا لثانيه واحده؟ خليني ايوه خليني اتكلم بجديه. لا ما تقولش طهرة صوتها حلو وتضحك يعني كلام الموضوع حي. مين صوتها حلو؟ انا بحب صوتها والله. انت بتحب صوتها؟ ايش صوتها حلو؟ صوتها زي صوت البطن. انا بحب صوتك يا طهرة. لا حاجة. يعني مثلا انا من الناس اللي بحب صوتها مثلا طهرة. لو انا هنزل سنجل او نزلت سنجل او اثنين او ثلاثه يعني ليه ما فكرش مثلا اشتغل مع طهرة او اشتغل معاك او اشتغل مع اي حد من تاني هنا؟ محدش عملها يعني، محسش حد عملها. محدش في ناس مستر كده وغنوا مع بعض يعني؟ لا خالص، ولا حد نزل دوت ولا واحد. ولا حد. بس بشار وعطيه طلع فيديو كليب عطيه مع بشار. دي حاجه حلوه. ده امتى ده؟ بس لو بنت وولد. لسه. ايه نظام؟ لا بجد ما ينفعش كده، في ايه؟ بس خلاص. نظام ال بس لو بنت وولد. لا اصل عطيه ومين؟ عطيه وبشار. محمد عطيه وبشار الشرقي. مش فاكر انا الكليب ده. لسه. اللي في السجن. يا ربي لا الله يا ربي لسه لسه نازل؟ بس لا هو محمد عطيه لسه نازل؟ عزوز محمد زي ما بيغنيش، محمد عطيه بس مشارك معاه في الفيديو كليب. ايه ما بيغنيش بس معاه فيديو كليب. بس حاجه على الديو. ديو لا قصدي ديو. لا دي ايوه دي يعني ما فيش دوات غنى يعني دوات غنى. اقول لك حاجه شكري الاغاني ممكن يعني. عارف اماني اللي كانت شفتها امبارح بجد؟ والله العظيم. اي امان انا بتعمل ايه هنا؟ كيف انا عملت كده اللي هو؟ كنت بتعمل ايه هنا؟ عملت لها قالت لي انا هو ده. استني امان السويسي؟ اماني التونسيه المغربيه اللي كانت سارة اكاديمي 2. تونسيه. شكلها كانت منين؟ التونسيه صح؟ اللي كانت سارة اكاديمي 2. لا مش كانت مغربيه؟ لا مش مغربيه. لا مش اماني التونسيه، اماني ثانيه لبنانيه. لبنانيه؟ ايه
انا اكثر ناس يعني اللي حبيتهم السيزون الاول عشان يا الله اخر عشان كان جديد و... بصراحه لا 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 هم 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 كاشخاص ككاركترات انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي احلى كاركترات وبدون زعل لاي حد باحترام لكل الناس 6 6 و3 سيزون 3 وسيزون 6 السيزون اللي فات وثالث واحد والله كلهم كويسين هو بس انا بتكلم شخص يمكن شخصيه عشان يعني عشان في منهم منهم يعني اعرفهم شخصيا فممكن عشان كده ان شاء الله يجيبوا بشار شطي بحبه قوي هو بحبه قوي هو اللي سلم على طهره كثير اللي في واحده حتنقبل معاكم كثير حلوه زي ما هو توم كروز بيسلم عليكي انه كنت معاه امبارح بشرب شاي انه من يا انت يا بنت الحلال يعني ما بقول لك ايه السؤال يعني شنو الناس اللي تحبك في اللي قاعد تصوت لك استاذ سامي لها ايه لا تشوفوا اللقطات بالليل المغربيه العصر استاذ سامي بيقول لها ايه بسميكي ايه تايتانيك ايوه يقول لك تايتانيك لقب حلو انا عايزه افهمها ايه 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 معنى مركبه التايتانيك عارفه مركبه التايتانيك عارفه دي ضخمه قوي و... ما هي بقى اللي هي مركبه التايتانيك اللي غرقت اول ما طلعت التايتانيك قالوا ان هي قالوا عنها ان ما بتغرقش ما بتغرقش ما تتحرقش ما تتحرقش لو لا تحرق ولا تغرق بس انا التايتانيك اللي ما بتنحرقش وما بتغرق ما بتغرق ايوه بالظبط فعشان كده هو سماك تايتانيك ما قصده منين ومنين ومنين ولسه قاعده يا حياتي ده قصدي يعني ده بقت رخامه يعني وحبقه يعني انت زي سفينه التايتانيك زي سفينه التايتانيك كده الحاجات الجليد بتعدي من جنبيها كده ما تستفزنيش انا ما بحبش اللي يستفزني ماك مشكله اسمع الجاي انت ماشي صدقيني فاعملي كل نفسك اعملي اقول لي كده اقول لي كده لا ما عامله غني ايه متريان بجد انا انت انا كده مره تغيير حلو انا ما فيش عليك تروح لي دي كده في لك انت في لك انت حاجه زي عامله زي ريان شكلها ايوه ده بس في مزينه مو شكلها ضعفان كثير ايه ضعفان زينه كثير شوف قديش حلوه هذا الجديد عليها اكثر من كليان مبين انا بس كليان والله حياتي والله بحبك يا زينب يا برعوت يا برعوت انه احبك ما شفت انا شو كانت تقول عني انا منافق منافق وكذاب ودجال ميرسي يا ناصر حبيب قلبي باردون سلفو بلاي شو كانت تقول لي الين زينب بيقول عني كده وانت مسكته عم جيني عضلات على الزوج شو شوف دي السلو عضلات كثير عضلات حياتي انت زينب انا شو بعمل عم بحكي لك حركشيك شو بعمل له انا شوف البنش شوف البنش البنش عنده جامد لانه طاهر جيني بس اعمل هيك بس اعمل معه بس اعمل هيك لا والله طاهر على فكره بنوم ما بنعمل شيء مين بنوم ما بنعمل شيء يعني شايف الحيه شايف الحيه نعم انا هي الحربه ما عرفت شيء يا ام الزوز حتعرفوها لما تخرج في هذا اعمل فيك تحطيه هون مو ماك شوف انت الحب يا طاهر اسمع طاهرة سندريلا الأكاديمية مين سندريلا الأكاديمية؟ حلو هيك كاتبة حبيبي شايف سندريلا عيونها زر وشها مش سندريلا الأكاديمية رانيا صح؟ ولا أنت؟ هالطول هالطول أنت لا تدلعونا أسمى صاروخ مين صاروخ؟ أسمى صاروخ أسمى صاروخ أنا طلعت اللغب بصاروخ مين كمان؟ أمير الإحساس محمد مولاي ودينامو الأكاديمية هداك سلطان سرطان وعزوز ايه؟ ما تسمينيش انت حاجة بيبي الاكاديمي بيبي من ليش؟ ترضي يا اخوي يعطيك العافية وحش يا حبيبي انت حط الكاسكت الكاسكت حلو عليك ميرسي يا سلطان يا عود انت بلبل الاكاديمي هذي بقول لي ان شاء الله تطلع اسمع لي انا انت بلبل الاكاديمي عزوز طلع يا بعد عمري شكرا اطلعوا بلبل الاكاديمي عزوز الاكاديمي انا بقول نطلع فوق عزوز قول نطلع فوق والله مو بلبل لا 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 اطلع فوق نوقف عند الباب نقول كلمتين اللي دائما انا مش حغير قوم تغير جماعة مش عارف بقول لك تابعين لبعض مش حاجه بس الا بعض لا 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 نكيت في احنا قاعدين لها حبيبي سمعي قاعدين ليش طول العمر هنا مغبصين اثنين خلص البرنامج انا نام هنا اثنين بدري عليك ان شاء الله الطلعه بدري عليك بدري طيب يلا كلمني الله بدري يا شنو هذا؟ ودي حاجة اللي لابستها انا مليت يعني طيب انت ايه انت ايه ستيل العربي معين جديد ها؟ كف مريم جديد ها؟ جديد بلبيس رايك؟ هذا في ستيل معين لا عادي انا ما طيب شوف في شيء جديد نعمله بحياتنا اليوم في كلمات معينة او انت مللتيني من هالفستان روحي غيري يا بنت بتقول انت لبسيكي اليوم صرت لابسكي مرتين باسبوع بحبه كده